عقد دكتور جمال سامي محافظ الفيوم اجتماعا موسعا ومسؤول الزراعة والتموين والإنتاج الحيواني والطب البيطري والشؤون الاقتصادية والبنك الزراعي المصري قطاع الفيوم لبحث آليات البدء في المشروع القومي لأحياء البتلو الممول من وزارة المالية بفائدة قدرها 5%. وقال الدكتور جمال سامي إنه تم تخصيص 500 فدان بمركز يوسف الصديق لإنشاء هذا المشروع. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف رباب الجالي مراسلة اليوم السابع من الفيوم. رباب، بداية مرحبا بك، وأهم التفاصيل والتيسيرات التي تقدم في إطار مشروع إحياء البتلو. أهلا وسهلا بحضرتك. هو طبعا النهاردة الدكتور جمال سامي عقد اجتماع موسع بهذا الشأن. المحافظ قال بالنسبة للخطوات الجادة اللي اتخذتها المحافظة في المشروع القومي لإحياء البتلو تمثلت في تخصيص 500 فدان بمركز يوسف الصديق لإنشاء المشروع. في تصريحات خاصة لنا المحافظ قال إن المشروع هيكون بتكلفة 780 مليون جنيه، هيوفر 20 ألف رأس ماشية سنويا وهيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب. كمان المحافظ أكد إن المحافظة قامت بتوفير القروض الميسرة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الزراعي المصري قطاع الفيوم، وهتكون بفايدة 5%. القروض دي طبعا هتكون بحد أقصى 400 ألف جنيه لشباب الخريجين وصغار مربي الماشية، لكن كمان هتزداد لتصل حد أقصى 2 مليون جنيه للمنشآت الفردية والشركات والجمعيات التعاونية وتنمية الثروة الحيوانية. المحافظ قال ان الهدف من المشروع بشكل عام هو توفير اللحوم باسعار مناسبه تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل غلاء اسعار اللحوم. المحافظ كمان لفت انه هيكون في مشروع عملاق ثاني يعني في الشان المقتصر اللي هو مشروع انتاج الدواجن، ده هيقام على مساحه 1000 فدان وهيكون برضه في مركز يوسف الصديق. طيب اشكرك شكرا جزيلا لك ربابة الجالي مراسله اليوم السابع من الفيوم، شكرا جزيلا لك.